الأمر القدس عليكم. سلام القدس عليكم. مقاربتي أنا للموضوع، أنا قسمت الموضوع إلى 4 محاور: الأردن طبعا، الضفة، الكيان، والولايات المتحدة الأمريكية، وثم المحور الخامس المكمل اللي هو محور المقاومة وموقفه من الواقع في الأردن، واحتمال ماذا سيحدث يعني في المستقبل. أولا بالنسبة للضفة والأردن، من المعلوم أو أنا يعني أنا شخصيا، وأعتقد أننا كلنا لا نتوافق مع منتجات سايكس بيكو، فأنا لا أرى في التقسيمات بين فلسطين والأردن ولبنان وسوريا. نحن فعلا مجتمع واحد. ما يميز، وهذا يميز مثلا الفلسطينيين الذين كانوا يعيشون في شمال فلسطين مع أبناء الجنوب والتزاوج بينهم والعلاقات. الضفة الغربية مقابل لها الأردن، ولم تكن هنالك أي فروق بين البلدين مبدئيا. وأنا يعني صراحة يعني ورد في مقاربة السيد كمال موضوع عن العنصرية ضد الفلسطينيين في الأردن. يعني أنا عشت في الأردن فترة طويلة ولي أهل كثيرين يعني في الأردن. نوع المشاحنة بين بعض المجتمعات هي مشاحنة موجودة في مجتمعاتنا العربية كاملة، يعني مثل المشكلة بين الطفيلة والسلطي، أو المشكلة بين أهل القدس وأهل الخليل، يعني نوع من عدم التقبل الثقافي أو شيء زي. بس مش هي، لا أعتقد هنالك بعض الإجحاف فيما يخص فرص العمل في الحكومة أو هيك، شايف كيف؟ بس أنا لا أرى ذلك عنصرية ما بين الناس. هنالك مخاطر من الضفة الغربية، يعني يشعرها الناس يعني بشكل، وأنا من الضفة الغربية يعني، وهي أنه موضوع التهجير، خطر التهجير. خطر التهجير وخطر الوطن البديل، هذا خطر يتحسسه كل فلسطيني. بالنسبة للكيان الصهيوني، معروف أن مطامع الكيان تبدأ في مطامع التطبيع والمطامع الاقتصادية، ولا تنتهي عند الوطن البديل. فبعض الصهاينة في الكيان يعتبرون الأردن جزء من الكيان، فتمتد إلى حتى ضم الأردن. يعني إذا ضموا الضفة، إذا سمح بضم الضفة، فممكن يكون ضم الأردن يعني مطروح عند بعض أحزاب الكيان، ومطروح عند كل الصهيونية السياسية في الكيان. والدليل على ذلك سموتريتش في خطاب له في باريس كان يضع خريطة تضم الأردن جزء من الكيان الصهيوني. فإذا هنالك خطر حقيقي قادم من الكيان على الأردن، والأردن تعلم بهذا الخطر. لو حاولنا نيجي للأردن ك ك ك كدولة أو بمكوناتها الاجتماعية، الأردن تشكل حاضنة جماهيرية هائلة للمقاومة. الكل في الأردن، سواء كان من الفلسطينيين من ذوي الأصول الفلسطينية الذين هجروا إلى الأردن، أو من العشائر الأردنية، هو حاضن للمقاومة. والعشائر الأردنية بالذات هي تتسابق لاحتضان المقاومة، وترى في معركة تحرير فلسطين معركة شرف يجب أن يشتركوا فيها. وعندهم ليس فقط الاستعداد، هم غير مستعدين أن يتنازلوا عن اشتراكهم في هذه المعركة، ولا يريدون أن يسمى عليهم أن معركة كهذه حدثت ولم تكن العشائر الأردنية لها
دور ودور كبير في هذه المعركة. الحكومة الأردنية لها طبعا، والأردن في لها عندها معاهدة سلام، معاهدة عربة التي وقعت في التسعينات، والحكومة تحترم هذه المعاهدة. الحكم في الأردن والحكومة الأردنية لا يرغبون بانتصار الكيان، لأن انتصار الكيان يعني طامة كبرى بالنسبة للأردن. لا، وذلك لأن في هذه الحالة ستكون هنالك تطبيق لبعض للمشاريع التي تتخوف منها الأردن، ولكنهم في ذات الوقت يتخوفون من انتصار المقاومة إذا ما كان هذا الانتصار، خاصة إذا ما كان هذا الانتصار ساحق، فهم يتخوفون من مترتبات هذا التغير الاستراتيجي للمنطقة على الحكم في الأردن، وهذا ينطبق على دول أخرى مثل السعودية والإمارات ودول أخرى. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية عندها مشاريع كثيرة في المنطقة، جزء من هذه المشاريع هي مشاريع للمنطقة بشكل كامل، وجزء منها مختص بالأردن. طبعا مشروع الشرق الأوسط الكبير، هذا المشروع الذي كان تحاول الولايات المتحدة تطبيقه منذ أكثر من عقد، والأردن طبعا هي في عمق كل المشاريع التي في المنطقة نتيجة موقعها الاستراتيجي من الكيان. طبعا مشاريع حاولت الولايات المتحدة الأمريكية إدخال الأردن في مشاريع مختصة بسوريا. طبعا في أحيانا تماشت المملكة الأردنية مع بعض المشاريع مثل المتعارف عليه من غرفة الموك وما غيره، ولكن هنالك أيضا مشاريع أريد للجيش الأردني تطبيقها، وأعتقد أن الجيش الأردني رفض، والحكومة الأردنية رفضت التماشي معها. وأقربها مثلا قبل أسبوع كان وزير خارجية الأردن تحدث شيئا حول إدخال قوات أردنية إلى غزة، قال لن ننظف خلف إسرائيل. فهنالك خلينا نقول هنالك أوقات عندما حيث قالت الأردن لا للمشاريع الأمريكية. المشروع الأمريكي الآخر والمهم اللي هو يعني مشروع الأردن طبعا راح تكون معبر لأي خطوط نفط أو خطوط غاز تنطلق من عبرها إلى الكيان لأوروبا. كما هنالك الأردن هي جزء من الطريق البديل لطريق لمشروع الحزام والطريق الصيني، والذي تم الإعلان عنه أشهر قبل طوفان الأقصى. بالطبع أيضا هنالك حاجة لموافقة الأردن وتعاون الأردن فيما لو قرر الكيان إقامة قناة بنغوريون. أعتقد كل هذه المشاريع سواء قناة بنغوريون أو الطريق البديل للحزام والطريق، كلها تم تخطيها مع طوفان الأقصى، ولم تك و و وليست قابل للتحقيق الآن إلا في حال لا سمح الله انكسار محور المقاومة، ولا أعتقد أن في هنالك أمل في ذلك بالنسبة لهم. هنالك علاقات قوية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، هنالك مساعدات عسكرية تقدمها الولايات المتحدة للأردن، وأمريكا لها 800 قاعدة عسكرية في خارج الولايات المتحدة في 70 دولة. في الأردن يوجد 12 قاعدة أمريكية، وهي قواعد كبيرة، وأيضا هنالك اتفاقية تعاون عسكري
وقعها الأردن مع الولايات المتحدة مدتها 15 عام، وهي شروطها لنقل أنها شروط يعني لمصلحة الأمريكي، وتؤهله من استعمال الأراضي الأردنية لمهامه العسكرية في المنطقة. وباعتقادي ما حدث في الضربة الإيرانية مؤخرا يوضح ذلك، وحسب المعاهدة هو يستطيع أن يستعمل هذه القواعد بدون الرجوع للأردن. هنالك مساعدات مالية تقدمها الولايات المتحدة للأردن كل سنة، أعتقد السنة تقدموا 845 مليون دولار، هي آخر مساعدات. وبالأمس والشهر الفائت أعلنت الولايات المتحدة زيادة عدد العسكريين الأمريكيين في الأردن خلال شهر جولاي جون يعني أو شهر 6 يعني حزيران الماضي. وبالأمس تم الإعلان عن افتتاح مكتب تعاون لحلف شمال الأطلسي في الأردن فقط أمس. الآن لننتقل إلى محور المقاومة ورؤية الأمور. أنا في اعتقادي أن محور المقاومة يقارب العلاقة ليس فقط مع الأردن، مع الأردن، مع مصر، مع السعودية، الدول التي لها تقليديا علاقة جيدة مع الولايات المتحدة، بحيث أنه لا يريد أن يفتعل مشاكل جانبية. لا أعتقد أن الأردن سوف يكون جزء من وإن الولايات المتحدة، طبعا الولايات المتحدة لا يعني لا يهمها إذا دمر الأردن ومات الشعب الأردني كامل، بمقابل أن تنفذ مشاريعها. أنا من رؤيتي للتغيرات اللي عم بتصير انه الاردن انه الولايات المتحده تحاول ان تضع الاردن والسعوديه في ك ك كرديف للكيان بعد هزيمته واختلال الردع عند الكيان، بحيث انه يكون تعويض لاختلال الردع عند الكيان بوجود عن طريق أن تكون هنالك مساندة بطريقة ما من الأردن ومن السعودية. وباعتقادي كمان أنه هنالك ممكن أن يكون محاولة إسناد لأي تحرك فيما يخص كردستان، دولة كردية في العراق، حيث أن تكون الأردن قاعدة إسناد خلفي، أو مش الأردن، القوات الأمريكية الموجودة في الأردن. هذه إمكانيات ممكن تصير. باعتقادي أنه هذا المجتمع الأردني الذي يساند المقاومة، وأعتقد أن ما لا يقل عن 90 في 95% من المجتمع الأردني هو مجتمع مساند وحاضن للمقاومة، ولكن إذا كان هنالك أي نوع من الاحتكاك مع الدولة الأردنية والحكومة الأردنية، باعتقادي هذا قد يؤثر على هذه الأغلبية ويتراجع البعض. ولكن أنا باعتقادي محور المقاومة هو أصلا لن يدخل في هذه الترهات، وإذا حصل أي اعتداء من القواعد الأمريكية على أي من مكونات محور المقاومة، سيكون الرد على هذه القواعد، خاصة أنه في اتفاقية التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والأردن هم يقولون أن هذه القواعد تعتبر أراضي أمريكية. فبالنهاية والأردن أصلا غير مسموح له حسب الاتفاقية حتى أن يدخل إليها. فهذه الحالة بيكون
الصراع ليس بين الأردن ومحور المقاومة، وإنما الصراع يكون بين محور المقاومة وبين القواعد الأمريكية الموجودة على الأراضي الأردنية. أكتفي بهذا القدر، وسلام القدس لكم وعليكم.